اخذونا بالقوارب الصغيرة دي شايفينها، هنمشي هناك. صراحة يا جماعة الكهف من جوا مخيف جدا يا جماعة. انا ما اعرف الناس ليش عاملين هجوم على جزيرة جيمس بوند. سمعتوا بلقب الفطاني؟ الفطاني دول هم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. واليوم إن شاء الله عندنا فلوج جديد ورحلة جديدة لجزيرة معروفة جدا. سبحان الله، الجزيرة دي من يوم ما صور فيها الفيلم أصبحت معروفة باسم الشخص ده واسم الشخصية المعروفة. طبعا كلنا بنعرف شخصية 007 اللي هي جزيرة جيمس بوند. أنا عاوز الناس تكتب لي في التعليقات اسم الجزيرة الحقيقي ده شنو؟ فلو انت عارف الاسم الحقيقي للجزيرة اكتبه. والان ان شاء الله حيظهر في الفيديو او خلال الفيديو حعرض لكم اسم الجزيرة الحقيقي. الليلة رحلتنا بتتكون من 7 محطات، طبعا تعتبر شوية اغلى من فيفي ايلاند ب100 بات، ب1300 بات. صراحة انا متحمس جدا. والحاجة الثانية الحلوة فيها انه حيكون فيها تجديف، وكمان حندخل الكاف وبعدها حنمشي الجزيرة المسلمة، وبعد الجزيرة المسلمة حتكون اخر حاجة جزيرة حناخد فيها الجيت سكي. نفسه سبحان الله البرنامج حق فيفي ايلاند بس في شوية انشطة مختلفة. والغد حقنا كمان حيكون في الجزيرة الاسلامية. طبعا يا جماعة انا بعد كده حصور لكم مجرد لقطات، نشوف مع بعض المناظر الطبيعية والاماكن السياحية حقتهم. طبعا ما شاء الله تبارك الله، زي ما قلت لكم اول، تايلاند جنة الله في الارض. حنستمتع مع بعض بالمناظر الجميلة، وان شاء الله حرجع لكم مرة ثانية لما نوصل اول محطاتنا. طبعا المحطة الاولى دي المينا، من المينا طبعا حنحرك اللي هو على بوت. الرحلة الاولى بتاخد 45 دقيقة، بعد ال 45 دقيقة الاولى حنمشي بعد كده للجزيرة. اول ما نوصل الجزيرة حرجع اصور لكم مرة ثانية. هنا طبعا اخذنا محاضرة السلامة كالعادة، وبعد كده حنحرك على الجزيرة. يلا خليكم معنا. بعد ما انطلقنا من شاطئ بطونغ او مرسى بطونغ، جينا اول نقطه اللي هي كانت كاف ايس كريم. انا ما حقول عليه ايس كريم اللي هو الايس كريم العادي ده، حقول عليه سكريم كاف الخوف. صراحه يا جماعه الكاف من جوا مخيف جدا. طبعا تقريبا الرحله استغرقت 45 دقيقه لحد ما وصلنا للكاف. صراحه هم نصحونا في المحاضره حقتهم حقت السلامه انكم انتم تشتروا اللي هي الجزم الله يكرمكم حقت البحر، لانه تقدر تستخدمها داخل الكهف، لانه الارضيه الكهف سلكه جدا، وغير عن كده صراحه الطين كثير، وحتى ما تقدر يعني تلمس اللي هو اطراف الكهف لانه فيها مويه نازله من الكهف نفسه بقوه الرطوبه حقت الجو. يعني صار الجو رطوبه وداخل الكهف كمان الرطوبه عاليه جدا، فانت بتشوف مويه من كل مكان. فصراحه كان الوضع جدا مخيف، فمشينا مسافه بسيطه ورجعنا، وفي ناس اضطرت انها تكمل. حقيقه يعني معدات السلام عندهم كانت ما هي مكتمله، في بعض الشركات ما شاء الله تبارك الله عليهم كانوا جايبين اللي هو الهلمنت القبعه حقت السلامه دي، وفي نفس الوقت كمان جايبين اللي هو الفلاش لايت. انا صراحه كان عندي فلاش لايت في الشنطه بس ما قدرت اشيله، ما كنت قايل الكهف بالظلام ده، عشان قبل كده دخلنا اللي هو معبد القرده كان يعني في اضاءه داخل الكهف، بس انه شكله عشان ما في كهرباء فما في اضاءه. حتى الفلاشات اللي هم ماخذيننا معهم صراحه كانت الاضاءه تعبانه جدا. بعد ما تحركنا من الكهف حق اللي هو ايس كريم كيف، بعد كده جينا للي هو المنطقه الموعوده جزيره جيمس بوند. طبعا يا جماعه جزيره جيمس بوند دي اطلقوا عليها اسم جزيره جيمس بوند، اول فيلم اتصور هنا في تايلاند، وكان اسم الفيلم ذا مان ويز جولدن جن. ما شاء الله تبارك الله، طبعا اول ما نزلنا شفنا كيف كميه الناس. طبعا صراحه الناس كثيرين يعني بيختلفوا فيها الجزر، بيقول لكم جزيره فيفي ايلاند احلى من جزيره جيمس بوند ايلاند. طبعا نسبه اللي هي المويه حقتهم هنا صراحه خضراء، اما جزيره فيفي ايلاند ما شاء الله تبارك الله المويه جدا نظيفه. لكن كل جزيره لها طابعها الخاص، كل جزيره لها فعالياتها الخاصه. صراحه انا الى الان مبسوط، شايف الناس كلها ما شاء الله تبارك الله مبسوطه، فنحن لازم ننبسط معهم. وطبعا اثناء الجوله طبعا صورت لكم المناظر الطبيعيه من داخل البوت، واستخدمنا اللي هي كاميرا الجوال
والكاميرا 360. وحقيقة يا جماعة من بعد ما اشتريت اللي هي كاميرا سوني حقيقة ساعدتني جدا جدا في الفلوج وبقت لي حاجة جدا مريحة. أنصح أي يوتيوبر مبتدئ حتى لو ما عندك قروش يعني حاول تجمع جيب لك إن شاء الله لو كاميرا على قدك أبدأ أشتغل عليها صراحة بتفيدك كثير. أنا أول صراحة كان الجوال متعبني جدا جدا أستخدم الجمبل وأشوف الصوت وما عارف، الآن خلاص عندك الكاميرا فيها المايك فيها كل شيء بتصور وإنت مرتاح. يلا يا جماعة أنا ما حابب أطول عليكم في البربر، طبعا إحنا هنقعد هنا لمدة 40 دقيقة. بعد ما نخلص ال 40 دقيقة بعد كده هنتقابل مع القائد حق الرحلة حقنا اسمه بيكي، بعد كده هنمشي نتغدى. طبعا يا جماعة الغدا هنا إسلامي وممنوع الدرينكس، فدي حاجة يا جماعة الواحد يفتخر بها. وعلى فكرة يا جماعة سمعتوا بلقب الفطاني؟ الفطاني دول هم أصلا العيلة دي من تايلاند، موجودين جزء كبير منهم في المملكة العربية السعودية. وأنا عندي صراحة صديقي شغال معي في الدوام اسمه حسن فطاني، فأصولهم ترجع لتايلاند. الآن بعد ما خلصنا جزيرة جيمس بوند آيلاند الآن جايين هنا لمنطقة التجيف، حياخدونا بالقوارب الصغيرة دي شايفينها، هنمشي هنا جوا الكهف وحيرجعونا مرة ثانية. طبعا يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا بعدين يعني لازم تدفعوا تيبس للناس التعبانين اللي بيجدفوا عشانكم، طبعا القارب الواحد بيشيل شخصين فيفضل انه تشيل الكاميرا تشيل معك بس كاميرا الكوارب وانا ما حقدر صراحة اشيل معي الكاميرا، بس ان شاء الله حصوريكم داخل الكهف خليكم معي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، طبعا في كل قارب بيركبوا شخصين، فما لازم يعني الشخص انت تكون راكب معه يكون شخص انت بتعرفه او قريبك، فتركب انت مع اي واحد ما حيخلوك تركب لوحدك، عشان الشخص اللي بيجدف بياخدكم مسافه طويله جدا جدا، فاذا دفعت له زياده ممكن يسوقك انت براك، لكن اذا ما دفعت له زياده ما حيسوقك انت براك. بعدين طبعا برضه لازم تديه تيبس اخر الرحله، فنحن اديناه 100 باتي يعني تقريبا ما يعادل 9 ريال. وجينا بعد كده قريه اللي هي اسمها بنجي فيليج، جينا اتغدينا فيها ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين كل سكان القريه من المسلمين، واللي احلى من كده يا جماعه كمان عندهم مسجد. فيا جماعه اهم حاجه الصلاه، ما تخلوا اي شيء يشغلكم عن صلاتكم. بعد ما خلصنا طبعا من الاكل اخذنا جوله حوالين المدينه، عندهم كمان سوق من الخلف ما شاء الله تبارك الله، كل اللي يبيعوا في السوق مسلمين. الان يا جماعه خلاص يعني وقتنا على وشك، المفروض ان احنا الساعه 2:10 نرجع للقارب، بس انا جيت اشتري من هنا اللي هو البابل تي حقهم المشهورين بيه، طبعا في تايلاند في كل كورنر او في كل ركن بتلقى اللي هو البابل تي حقهم. صراحه يا جماعه الجوله جدا ممتعه. بعد كده على ما اعتقد باقي لنا محطتين ونخلص جولتنا، والمحطه الاخيره طبعا زي في ايلاند هناخد اللي هو الجيت سكي، بس صراحه انا ما حاخد جيت سكي المره دي خلاص اخذته في ايلاند، هاخد جيت سكي في باتونج لانه ليه طعمه الخاص، ومعها في نفس الوقت حيكون الباراشوت. يلا انا ما حابب اطول عليكم وخلونا نمشي وجهتنا القادمه. حقيقه يا جماعه انا ما اعرف الناس ليش عاملين هجوم على جزيرة جيمس بوند. عن نفسي أنا صراحة ناسبتني جدا جدا وحبيت الجزيرة، أنا عن نفسي صراحة انبسط. وزي ما أنتم شايفين كمان صورت لكم عندهم أكشاك صغيرة كل شغالين فيها من المسلمين، أتمنى أنكم تشتروا منهم وتدعموهم. حقيقة يا جماعة شعب التايلندي شعب جدا ظريف وشعب جدا مسالم، وده سبب من الأسباب اللي بتخلي ناجي البلد دي مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادتة كمان. إن شاء الله إذا ربنا سهل لنا شهر العسل حيكون هنا في تايلاند، من هسه استعدوا يا جماعة. المهم يا جماعة نرجع لموضوعنا، بعد ما خلصنا من جزيرة جيمس بوند بعد كده مشينا لمنطقة التجديف. طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين صراحة بحاول دائما اقلل المصاريف اكثر حاجة بقدر عليها عشان كلنا نستفيد. دائما يا جماعة في كل سفرية حاولوا انكم انتم تصرفوا على الجد، والمرة دي حتى يا جماعة ما اجرت دباب يا جماعة، لحد الان ما اجرت دباب، حاجر دباب بكرة لانه قلت اول يوم جيت تعبان رقدت نمت، اللي طالع جزيرة جيمس بوند ايلاند وانا قريب من شارع العرف فما احتاج يعني صراحة دباب. هأجر الدباب بكرة بإذن الله تعالى لأنه ماشي مدينة بوكيت القديمة، زي ما قلت لكم في الفيديو السابق أنه مدينة بوكيت القديمة كل يوم أحد عندهم بازار، فهنمشي هناك إن شاء الله نشوف البازار مع بعض، وتاني نجرب أحلى فرنش توست في بوكيت كلها بإذن الله تعالى. المهم أخذونا منطقة التجديف،
حوالين جزيرة جيمس بوند نفسها ما شاء الله تبارك الله، وبيدخلوكم كده زي مكان كده داخل الجزيرة اسمه اللي هو الهانيمون. أخذنا كم صورة كده ما شاء الله تبارك الله، الجولة كانت جميلة جدا جدا، وتعرفنا هناك على شباب هنود بريطانيين عندهم الجنسية البريطانية على حسب ما لنا فهمته من آر جي وراج، إنه أهاليهم انتقلوا للعيش في لندن منذ عام 1993 وهم الآن عندهم الجنسيات وجايين من بريطانيا، ودي أول مرة يجي فيها بوكيت. وبدأ آر جي يغني لنا، آر جي طبعا يا جماعة اللي هو السمين والضعيف اللي هو اسمه راج، بدأ يغني لنا. فأول ما شافني بصور وقام طوالي بطل غنى، قال لي لا أنا بغني، شكله بيخجل من الكاميرا، لكن بعد ذلك قام اداني الواتساب حقه وقال لي رسل لي الصور. نرجع لموضوعنا بعد التجديف. بعد كده يلا مشينا قرية بنجي، طبعا هي قرية مش جزيرة على حسب ما قال لنا اللي هو القائد حق الرحلة حقتنا بي كي أو مسؤول الرحلة حقتنا. فهناك اتغدينا، طبعا انا ما عملتها نفس الغلطه اللي غلطناها في جزيره فيفي هناك، انا صراحه ركزت على الاكل والتصوير وما قدرت اصور لكم الجزيره، والحاجه الثانيه برضو المطره، فالمره دي صورت لكم اللي هو البوفيه المفتوح على السريع، وبعدها صورت لكم الجزيره بالكامل. والمنطقه الخلفيه برضو كمان عندهم سوق شعبي فوق المويه، يعني صراحه ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، انا عارف كيف هم بانين البيوت دي فوق المويه وعايشين فيها. طبعا يا جماعه كلهم ما شاء الله تبارك الله مسلمين. مشينا بعد كده لاخر جزيره اللي هي فيها الشاطئ حق بانيا. لو تذكروا بدايه الفيديو قلت لكم كل المناطق اللي احنا هنعدي فيها لانه كلها مسلمين، ودي حاجه صراحه أنا الواحد يفتخر بها، ممنوع اللي هو الكحول هنا، يقدروا يشربوا عادي. معلش يا جماعه على الكلام ده بس عشان تكونوا يعني انتوا عارفين وما تنصدموا لو جيتوا هنا تايلاند. وحقيقه يا جماعه المكان يعني حقيقي يستاهل كده بعد اللفه الطويله دي وبعد الغداء الدسم اللي اتغديناه ده، احلى حاجه تاخذ لك شويه راحه. الكرسي طبعا يا جماعه مش مجاني، ب 50 بات للشخص، اخذنا كرسيين خدينا فيهم اللي هم الاغراض حقتنا. طبعا يا جماعه هنا تايلاند امان امان يا جماعه، ما زي ما قلت لكم ما تتفرجوا ليه فلان بانكوك دينجرس وتقولوا والله البلد خطيره والبلد حراميه، هنا حاجه ما حقتهم ما بيشيلوها وبيحترموا جدا السياح وما بيفرقوا بين اي سايح، كل السياح عندهم واحد فما بيشيلوا حاجه، بل بالعكس يا جماعه. تخيلوا انا قبل كده نسيت شنطتي السنه اللي فاتت، الشنطه دي كان فيها الجيمبل وكان فيها الكاميرا اللي هي 360 مع الجديده الكاميرا القديمه، نسيتها في البوت. تخيلوا يا جماعه لحقوني لحد العربيه الباص جابوها لي، يعني كان ممكن ناس البوت عادي يعملوا رايحين بالموضوع ده يعني ما يجي بالي، لكن وصلوها عشان دي برضو في الأخير سمعة الشركة حقتهم وأنا ما كان عارف نسيته وين بالضبط. يلا يا جماعة أنا ما حابب أطول عليكم، أتمنى إنه الجولة تكون نالت إعجابكم. وتخيلوا يا جماعة اللفة دي كلها كلفتنا كم؟ ما يعادل 125 ريال اللي هي 1300 بات شخصين 2600. حقيقة يا جماعة السعر والأحلى كل الفعاليات دي، بس هتضطر انكم تدفعوا تيبس بسيط للي هم للناس اللي بيجدفوا على حسب دارت الديو 20 دارت الديو 50 عن نفس الديت 100، يعني تقريبا كل الرحله 1400 بات يعني ما يعادل 130 ريال. وحقيقي انا شايف السعر ولا احلى مقابل الفعاليات الجميله دي. وبكده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، اتمنى ان التغطيه تكون نالت اعجابكم واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شوفوا يا جماعه رغم الحر ورغم السخانه لكن ما زلنا مستمرين وبنقدم لكم محتوى جميل عشان البلد جميله، وسبحان الله لما تكون مسافر نفسيتك بتتغير. لكن صدقوني انا لو كنت في مكان ثاني ما كنت بصور نهائيا، بتكون اخلاقي مع الشمس هنا، لكن والله الان شوف الشمس هنا فوق دماغي وبصور كله عشان خاطر عيونكم وعشان خاطر دعمكم. شكرا لكل الناس اللي دعمتني، وبانكيك يا جماعه جدا بتشكركم، مبسوطه منكم جدا، ونقول لها مبروك انها فتحت مكتب ثاني، يعني صراحه لما جيت ادتني ديسكاونت في بعض الرحلات، الله يديها العافيه. وبرجع اخذت لكم رغمه مره ثانيه، وبقول لكم في الاخير ده ما اعلان، بالعكس انا بوديكم لارخص الاماكن. دائما يا جماعه في السفر حاولوا انكم انتم تقتصدوا اكبر قدر ممكن من المال عشان حتى وانتم راجعين تشيلوا هدايا لنفسكم، حب نفسك اولك بعدين لاهلك واصحابك. يلا سلام.